تعالي يا قمر انت وهي اعلمك طريقة عمل كريم تبييض فوري بالبيت، مكوناته بسيطة جدا لكن النتيجة رهيبة وفعالة، وهتغير شكل بشرتك خالص. لو داومتي على استخدام الكريم يوميا قبل النوم بجد هيفرق معاكي وهيغير شكل بشرتك خالص، لا تجاعيد ولا كلف ولا حبوب ولا اي هالات سودة تحت العين. خلينا دلوقتي نروح نحضر الكريم مع بعض. خطوتين كمان مهمين بعد استخدام الكريم دي اللي هتفرق معاكي في النتيجة، تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي. اول مكون معايا وهو نشا دقيق الذرة. النشا فعال جدا في التبييض والتفتيح، كمان بيحافظ على نعومة البشرة ونضارتها، وبيرطب البشرة وبيخلص البشرة من اي مشاكل او اي هالات سودة. هاخد من النشا معلقتين كبار. بعد كده هحتاج للزبادي، الزبادي السادة العادي. الكمية نفس استخدام كمية النشا هتكون استخدام الزبادي. انا اخدت معلقتين كبار من النشا، هحتاج عليهم معلقتين كبار من الزبادي، ده عشان لو انت حبيتي تضاعفي الكمية. هخلطهم كويس مع بعض وهنشوف الشكل، القوام الكريم هيكون شكله ايه دلوقتي. طبعا الزبادي مرطب كويس جدا، كمان بيعوض البشرة عن اي فيتامينات ناقصة، بيدي ترطيب ونضارة، وبيساعد كمان في تفتيح البشرة لدرجات. شايفين يا بنات كده انا قلبته كويس وده قوام الكريم. الاستخدام سهل جدا، هناخد جزء من الكريم وهنبدأ ان احنا نوزعه بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. مهم جدا وانت بتوزعي الكريم هيكون عبارة عن طبقة سميكة زي الموجودة امامك دي، هتركه على البشرة بالشكل ده مش اقل من نص ساعة كاملة، بحيث ان البشرة تاخد كل الفوائد من الكريم واستفاد منها. بعد ما اتركها لمدة نص ساعة واغسلها هنروح للخطوتين اللي بعد كده، ودول اهم خطوتين في الطريقة بتاعتنا يا بنات، ركزوا معايا. بعد كده هجيب مية الورد وعن طريق قطنة كده، وهبدأ ان انا اخد من مية الورد ووزعها على كامل البشرة، هتركها لمدة نص ساعة كمان. مية الورد دي هتعمل ايه؟ هتقلل الانتفاخات تحت العين، كمان لو فيها هالات سودة اي رؤوس سودة او اسمرار او كلف دي هتساعد في تقليلها. طبعا مع المداومة اليومية هتفرق كتير وهتديكي نتيجة كويسة جدا خلال اسبوع من استخدام الكريم مع مية الورد. الخطوة الاخيرة اللي بعد كده ودي مهمة جدا، بعد ما اغسل وشي من مية الورد هجيب الكريم المرطب بتاعي وهبدأ ان انا ارطب بشرتي. استخدمي الطريقة دي والكريم ده يوميا قبل النوم هتفرق معاكي، ودي عن تجربتي الشخصية، وهتديكي نتيجة كويسة جدا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو يا بنات واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك عشان تشجعوني على الفيديوهات الجديدة الجاية، ولو انت لسه اول مرة بتشوفيني اشتركي عشان تتابعي باقي الوصفات الجاية. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد على خير. باي باي.